السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم يا شباب؟ أحلى إخوات في الدنيا، سعيد جدا بوجودي معاكم. طبعا الفيديو ده بيخص السنة الجديدة والسنة القديمة 2019 و2020. هنتكلم وهناخد مع بعض مجموعة من النصايح اللي هتساعدك جدا توصل لكل أهدافك. طبعا كل واحد مننا بيكون عنده في بداية السنة كم عظيم جدا من الأهداف، وبيجي بقى في نهاية السنة يشوف اللي كان كاتبه والأهداف اللي كان محققها، ولكنه بيشعر بالإحباط. وطبعا كأي زملكاوي، سنة 2019 دي كانت سنة سيئة للغاية، وكان آخرها أسوأ من أولها، وشفنا فيها العجب مع الزمالك. ولكن يعني النهارده كان ماتش للزمالك وكانت البدايه مبشره في 2020، وان كان الاداء سيء. ما علينا، ننتقل بقى للفيديو بتاع النهارده. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن مجموعه من النقاط، لما هتشتغل عليها ان شاء الله هتكون سنه 2020 احسن بكتير جدا من 2019. طبعا كل حاجه بامر الله، ومحدش يقدر يقاطع او يقول اي حاجه يقول ان انا هعمل لك انجاز او اي شيء، ولكن بعض النصايح اللي انا لما جربتها واشتغلت عليها في السنه اللي فاتت عرفت ان انا اوصل لعدد كبير من اهدافي. ونهايه الحلقه هنحدد مع بعض اهداف السنه الجايه، وعشان خاطر يكون الفيديو ده موجود على القناه ونشوفه مع بعض السنه الجايه ونشوف عملنا ايه من الاهداف اللي موجوده عندنا. اول حاجه، عود نفسك. كلنا بيكون عندنا الاهداف الكبيره، امر مهم جدا. انا في السنه دي عايز اتعلم مثلا اكون مصمم جرافيك، عايز اشتغل موشن، عايز مش عارف مثلا وليكن على الناحيه الدينيه وعلى الناحيه الشخصيه عايز احفظ القران. كتير من الاهداف العظيمه جدا نبدا نحددها، عايز اظبط شكل جسمي على حسب الهدف اللي انت بتحدده. اي هدف من الاهداف الكبيره دي مهما كان عظيم ومهما كان كبير مش هتقدر توصل له طول ما هو حاجه متجمده. لازم تعتمد على مبدا التفتيت، لازم تفتت الهدف بتاعك لمجموعه من الاهداف الصغيره. وليكن مثالنا، انا مثلا عايز احفظ القران في خلال سنه، انا خلاص عندي وقت من الفراغ حابب ان انا استغله، حابب ان انا احفظ القران كاملا في سنه. ما اقولش بقى احفظ في سنه والكلام خلص على كده، لا، في سنه اقسم 30 جزء على 12 شهر، بعد كده على اسبوع، اعرف انا ليا ورد كام في اليوم احفظه، بحيث ان انا لما اكون مقصر لمده يوم يكون اليوم سهل ان انا اوصل له. ما اجلش، ما دايما ما سوفش، ما خليش الموضوع كده، لا، دايما يكون في حساب سريع. يعني اما حاسبك على يوم فاتك غير لما حاسبك على سنه فاتتك، فدايما يكون في حساب سريع الاجل كده، بحيث ان انت ما تتاخرش. دايما الهدف الصغير بيكون انك تعوضه في اليوم الثاني، او لو مثلا طنشت يوم توصل له بطريقه اسرع بيكون افضل بكتير. انما طبعا لما تضيع سنه بتكون مصيبه كبيره جدا. طبعا انا استوقف في البدايه ان انت لازم تعمل لايك وتشير الفيديو، الحاجه بتفرق جدا وبتفرق في انتشار الفيديو، ولكن ما علينا، مش عايزين نبوظ الفيديو. نقطه مهمه جدا لازم تكون مدرك الهيستوري اللي انت بتتفرج عليها على يوتيوب في فيديوهاتك دي تعتبر اهم حاجه بالنسبه لك. يعني زي ما احنا عارفين في ديننا الاسلامي ان في ملاكين يمين وشمال بيكتبوا كل حاجه انت بتعملها، ولكن انت ممكن تكون بتعمل حاجات ما انتش مدركها. يعني وقتك بيعدي، انت ذاكرت شويه النهارده، ولكن انت 80% من الحاجات ما كانتش مذاكره، كانت في حاجات تانية. فحاول تراجع نفسك، بص كل اسبوع على الهيستوري اللي انت اتفرجت عليها، على المواقع اللي انت زرتها، على الحاجات اللي انت ضيعت فيها وقتك، الفيديوهات اللي انت اتفرجت عليها. دايما حاسب نفسك من خلال الهيستوري، بينك وبين نفسك ما تعرفش حد، ادخل اتفرج، لان الحاجه دي بتمثلك وبتمثل كيانك. النقطه بقى المهمه، تسيبك من الكلام الفاضي. يعني انا متذكر جدا اول مره بدات وفتحت يوتيوب وقلت انا حابب ان انا اتعلم واشتغل اونلاين، شفت شخص كان اسمه عزيز باشا كان بيشرح فيديو قال لك هنتعلم ميرش باي امازون، هنشتغل مع امازون، وقال لك هنصمم تيشرتات وهنبيع التيشرتات دي وهنبدا ان احنا نشتغل فيه. قلت بس يا واد يا محمد، كده طاقه القدر اتفتحت لك وتبدا تشتغل بقى وتجيب فلوس وتعد بقى، والعمليه ايه هتمشي معاك. قال هتفتح برنامج فوتوشوب، قمت موقف الفيديو، قلت ننزل فوتوشوب، نزلت فوتوشوب، قلت مش مشكلة، أنا أشوف الأول هو بيعمل إيه وأتعلم منه. بدأت إن أنا أبص، قال هتعمل صورة بينك، يعني على حاجة على خلفية ترانسبرنسي شفافة، فقلت أعمل صورة على خلفية شفافة، الموضوع كبير. بعدين اتعلمت هو بيعمل إزاي، بقيت بقى طاير من الفرح، عمال ألف في المكان اللي أنا فيه، أنا خلاص بقيت بعرف أعمل خلفية شفافة كده، هبيع تيشيرتات وي 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 وي. اتعلمت إزاي إن أنا أعمل تصميم على تيشيرت زي ما هو قال، أخليها على خلفية شفافة وأعمله. حسيت ان الراجل ده علمني كم كبير قوي من المعلومات ويوصل لي مجموعه ضخمه جدا من المعرفه. بعد شويه قال لك عشان تشتغل في مرشو باي امازون لازم تكون شاري منها مشتريات ما تقلش عن $50 او حاجه زي كده. المهم ان هو حط لي عقده في الموضوع، هتخلي الموضوع بالنسبه لي منتهي، لان انا عمري ما اشتريت باي امازون، ولا عمري اشتريت اونلاين، ولا عمري اشتغلت على فوتوشوب، ولا 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 ولا. دي نفس الفكره، 90% من الفيديوهات اللي موجوده على يوتيوب اللي جايبه مشاهدات بتلاقيها مبنية على الكلام الفاضي. تلاقي واحد بيقول لك هتحقق في اليوم $500، هحقق في اليوم $500 ازاي؟ عن طريق عمل موقع، وجايب مثلا اعظم موقع في الوطن العربي ممكن يكون شغال عليه 300 او 400 مدون، شغال عليه بشكل دوري، ناس
فاهمه الشغل بقالها سنوات ويقول لك ده بيجيب $500 في اه ماشي خليه بيجيب $500، بيجيب $500 في اليوم، ولكن ده مجهود شخص واحد، ده عمل كام سنه، ده اتعلم في قد ايه، ده عمل عناء قد ايه، ده بيدخلك في دوامه كبيره. واحد مثلا يقول لك ايه، هتعمل قناه يوتيوب هتحقق دخل في الشهر $20,000، ده مش هيحصل. لازم تبعد عن الكلام الفاضي ككل. اي واحد هيبني لك فيديو على الوهم وعلى الخزعبلات ابعد عنه. هنا تنتقل لنصيحة تانية، لازم تكون مدرك انت رجلك واقفة فين، تشوف انت ايه مهاراتك. خليك صريح مع نفسك، ايه الحاجات اللي انا متعلم؟ انت ممكن تكون اصلا بتفتح الكمبيوتر بالعافية، اتعلم علوم الكمبيوتر عشان وانت شغال تعرف تشتغل عليه، اتعلم في الاندرويد، اتعلم البرامج، خد كل برنامج واحدة واحدة. في كل المجالات اللي موجودة على يوتيوب بالذات، اللي انا لاحظته ان دايما الناس اللي بعيدة عن الزيطة، الناس اللي بعيدة عن الشهرة، دول انا بسميهم جنود الخفاء، دول بتلاقيهم بيشرحوا المعلومة القيمة في هدوء، بيوصلك المعلومة كاملة. ما تفكرش ان اي واحد من فيديوهات الخزعبلات دي هيوصلك المعلومة وهيركبك الترند وهيعلك الدنيا وي 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 وكل الكلام الفاضي ده. لازم تكون مدرك انت عايز تتعلم ايه، قسم وقتك، حدد اهدافك، اختار البرنامج اللي هتبدأ بيه. مثلا وليكن انا شفت ان الفوتوشوب برنامج مهم وناس كتير قوي 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 مهتمة بيه، ابدأ بقى اخد فوتوشوب، اشوف مين اللي شرح فوتوشوب على يوتيوب، اتعلم فوتوشوب. خليك صبور، اتعلم واحدة واحدة، اعرف ان انت لازم تتعب. يعني انشاء الموقع امر سهل، انك تفعل الموقع وتعمل مدونة امر سهل، ولكن انك تستمر في كتابة مقالات ومقالات رائعة وتعلى في السيو وتحط خطة السيو امر صعب. كل حاجة في اولها، ما تخليش اي حد يوهمك، خليك مدرك انت رجلك بتدوس فين عشان تقدر تخطي وتطلع سلمة بسلمة. لما قلت لك في الحاجة الأولانية خالص، حدد أهدافك وقسمها لأهداف صغيرة عشان تكون عبارة عن درجات تبدأ ترتقي عليها واحدة واحدة، وتنتقل من سلمة لسلمة وتعلى. ما تكونش وتبص لفوق كده وخلاص مش عارف تطلع ازاي ومش عارف توصل ازاي، وبتضيع وقتك يومين يومين تتفرج على فيديوهات مليئه بالفلوس مليئه بالارقام، يبدا ان هو يوهمك انك هتكون واحد من اثرياء الدنيا، وفي الاخر تطفي الكمبيوتر بتاعك او تطفي التليفون بتاعك وتروح تنام بدون ما تعمل اي حاجه. لا، انا اكون صريح مع نفسي، اقسم اهدافي، افتتها بمعنى ادق، اخد خطوه، احدد هدفي ولو صغير. انت عارف، انت ممكن النهارده تقول انا هتعلم مجموعة أوامر بسيطة جدا، ممكن تقول النهاردة أنا هتعلم أوفيس، هتعلم إزاي أتعلم أتعامل مع الكتابة، ممكن تقول النهاردة أنا مثلا هشوف إيه أشهر مواقع اللي أنا بحب المجال بتاعها، أشهر مثلا مواقع الموشن، أنا عايز أتعلم موشن جرافيك. تبدأ تاخد السلم من أوله، دايما ما تحولش نفسك توصل. أنت عارف، أنت لو دخلت السلم من نصه وبدأت تنطلق لفوق، هتلاقي نفسك في مرحلة كده عايز توقف لما بدأت تفهم وعايز ترجع من أول السلم. فأنت لسه في البداية، ما تضيعش وقتك، ابدأ من أول سلمة، اتعلم بطريقة صحيحة، اصبر على نفسك، حاسب نفسك دايما من خلال هيستوري ومن خلال كل حاجة بتتفرج عليها، لأن أنت اللي هتحط لنفسك المعايير. وحدد أهداف كبيرة جدا، ممكن تكون أكبر من سنة، حددها ل 2020، بس آخر السنة هتكون مستمتع. طبعا أنا بالنسبة لي كانت 2019 سنة من أمتع سنوات حياتي، لأن أنا تعرفت عليكم وعرفت كل إخواتي وحبايبي على يوتيوب. كان بالنسبة لي حلم كبير إن أنا أشتغل على يوتيوب وإن أنا يكون ليا ناس تسمعني، وإن كان لسه مازال عددنا قليل، ولكن بيكم وبدعمكم بوقوفكم جنبي هنوصل لعدد أكبر. فأنت كمان لازم يكون ليك هدف. نحط بقى هدف للسنة الجاية. أنا عندي هدف السنة الجاية إن شاء الله إن أنا أكون تخطيت 100,000 مشترك في على القناة، وأكون اتعلمت برنامج أفتر إفكت والإستليتور وأدوبي فوتوشوب وإنديزاين. الاربع برامج دول انا حابب ان انا اتعلمهم كلك مع بعض كده، حاسس ان هم هيساعدوني جدا في مجال الموشن وفي مجال كمان المطبوعات ومجال التصميم بشكل عمومي. ان شاء الله السنه الجايه نشوف مين فينا حقق اهدافه. انت كمان اكتب اهدافك في الكومنت في تعليق على الفيديو ده، وما تكونش خجول، دايما حاول انك تطلع اهدافك للنور وتتكلم عنها وتحددها وتقول للناس كلها انا هدفي السنه دي ان انا اتعلم كذا. مش عيب انك تقول هدف وما تحققوش، ولكن العيب ان ما يكونش عندك اي هدف وتكون عايش مجرد يوم بتاكل وتشرب بدون اي جدوى. حدد هدفك وان كان صعب عليك برضه، فمفيش مشكله لو وصلتلوش السنه الجايه توصلوا السنه اللي بعدها، ولكن لازم تكون طموح، لازم تحافر عشان توصل لكل اللي انت عايزه. شكرا ليكم وشكرا لكل اللي دعمني في السنه دي، اتمنى انها تكون سنه سعيده عليكم جميعا، وما تكونش سنة سيئة كحال أي واحد زملكاوي. وإن شاء الله هيكون لنا فيديو قريب جدا عن التعصب الكروي، هنتكلم عن الكورة والتشجيع والفرق والأندية. شكرا لكم، طبعا أنا عشان كده عشان سقعان جو برد جدا عندنا. شكرا لكم، كان معاكم محمد عليوة.